إمامة الرئيس، أنصف الأساتذة والموظفين وسجل للتاريخ. تحت هذا الشعار جاءت تظاهرة هيئة التنسيق النقابية على مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدة، تظاهرة حاشدة تعد أكبر تحرك للهيئة منذ بدء التحركات، وجاءت لترسل رسالة مباشرة وقوية إلى المسؤولين وترد على ما قاله رئيس الحكومة للإم تي في في برنامج بموضوعية بأنه سيحيل السلسلة ولكن ليس تحت الضغط. نتأمل اللي يستجيبوا ويلتزموا بإحالة السلسلة بتاريخ محدد، بتاريخ محدد، يعني ب21 الشهر يطلع ياخذ قرار مجلس الوزراء انه بده يحيل السلسلة ب21 الشهر بضمانات، بضمانات، بقرار من مجلس الوزراء، بضمانات الرؤساء، فخامة رئيس الجمهورية، دوت الرئيس نبيه بري، كمان امبارح دوت الرئيس مئاتي صحيح عمل هجوم بالشكل لكن تراجع بالجوهر وقال بدي حيل السلسلة. وعلى ما يبدو فإن هذه التظاهرة مفصلية وستتغير بعدها قواعد اللعبة وكذلك الأهداف. نحن بدنا إحالة السلسلة، نحن عم نقول هالشي مش من موقع الضعيف، ينتبهوا. أما إذا ما التزموا بتاريخ لإحالة السلسلة، والله العظيم هذه الأملاك البحرية والنهرية بدنا نحررها ونجيبها، لأن هذه ملك الشعب. اللصوص بيسرقونا وبيسرقوا الدولة وبيسرقوا السلسلة وبيمنعونا حتى نعيش ونقدر ناكل مثلك، ما لها حق اليوم، ما لها حق اليوم. المتظاهرون حملوا شعارات منددة بالرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية، وكان لافتا كلمة ألقيت باسم طلاب المدارس الرسمية. يا دولة الرئيس، انتقلت بإحدى المقابلات رح أعمل بموضوع السلسلة يلي بيمليع لي ضميري، هل ضميرك أنه ينزل طلاب جيل المستقبل بلبنان بين أربع حيطان 5 أشهر لحتى تفكر بالسلسلة؟ وعلى وقع الهتافات والأناشيد الحماسية اختتم تحرك هيئة التنسيق بمسيرة حاشدة من الصياد باتجاه الفيضية، قطع خلالها المتظاهرون الأوتوستراد الدولي لبعض الوقت ليعودوا بعدها إلى مركز تجمعهم متوعدين بالتصعيد وصولا إلى تحقيق المطالب. إنه اليوم 15 من تحرك هيئة التنسيق النقابية، الاتصالات مفتوحة مع الجميع والأمور لا تزال حتى الآن معلقة وبالتالي مفتوحة على كل الاحتمالات. من أبعدة، نخلع ضيمة، MTV.